مكافحة الفساد وحماية الملام في البرامج ديال الأحزاب السياسية. باش نجي للموضوع ديالك إذن، البرامج ديال الأحزاب السياسية، أنا العرض اللي غادي نقدم بعد قليل هو غادي نشرح فيه شنو كاين في البرنامج السياسي ديال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لأن أحد مسؤوليه هذا الحزب هذا، البرنامج ديالو شنو فيه اللي كيهم الحماية ديال الملعب. وغادي يبان من خلال العرض أنه العديد من 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 من, من المقتضيات، وكيف ما سميناها في البرنامج ديالنا تسميناها إجراءات، عندنا 255 إجراء في المجموع، واحد على الأقل واحد عشرة الإجراءات ضمن هذا 255 تهم حماية الملعب، اللي كان تصوره كحزب بأنه خص واحد العدد ديال التدابير تخط، خص عدم التساهل، خص تشديد العقوبات، خص عدم التساهل مع الاختلاس ديال المال العام، خص دونك اذا خص واحد العدد ديال التشريعات تعاود في البلاد، خص عاد واحد العدد ديال التشريعات اللي تقنن هذا التدخل اللي عندنا اللي كنعيشوه بشكل فظيع ديال التدخل ديال السلطه والسياسه، اللي بغى يدير التجاره وبغى يدير الثروه يمشي يديرها ويخلي عليه السياسه، واللي بغى يدير السياسه خصو يتخلى على 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 الحقل ديال الثروات الى غير او الحقل ديال الثروه. اذا هذه واحد العدد ديال الاجراءات، اذا غادي نشوفوها خلال العرض، اللي بالنسبه لنا كترجم اننا كحزب رافدين الهم بشكل كبير لهذا الموضوع هذا ديال حمايه المال العام، وكتبان من خلال البرنامج ديالنا. والامر فعلا يعني حاملين هذا الهم هذا بشكل كبير، لان الامر فعلا فظيع كبير بزاف. يكفي نقول لك انه اللي كيضيع من الثروه ديال البلاد كتضيع ما بين 5 حتى 7%، وهذا الكلام راه ماشي ديالي انا، قلت المصدر، كتضيع 5 حتى 7% من البي بي، من الناتج الداخلي الخام ديال البلاد، يعني من الثروه ديال البلاد كتضيع سنويا بسبب الفساد والرشوه الى غير ذلك، اللي كتضيع سنويا. باش يمكن تفهم هذه المساله هذه ببساطه، يعني يمكن قدروها الناس اللي داروا هاد اللي عطوا هاد الارقام هذه، قدروها ب 50 مليار درهم سنويا اللي كتضيع، ما بين 50 حتى 70 مليار سنويا اللي كتضيع. وهاد 50 مليار باش يبان لاي واحد تيسمع 50 مليار يبان له هاد 50 مليار يمكن لها تبني 150 مستشفى عصري حديث، وزائد 300 مدرسة، زائد 300 مدرسة في التعليم. يعني باش بالك الحجم ديال الهضر وديال الثروة ديال البلاد اللي كتضيع سنويا بسبب الفساد، بمختلف التلوين ديالو، بسبب الريع اللي كاين في واحد العدد ديال المجالات. يكفي نقول لكم غير داك الحكاية ديال المأدونيات ديال لي زاغريمون، الكريمات، الكريم، هذا المنطق ديال الكريمة اللي وصلت الأمور لحد ديال أن طفلة تزادت يلا تزادت الزروره ديالها في كرسي في هذا الشيء، وهذه حكايه معروفه، وهذه الوثيقه دارت في الفيسبوك، ودارت هذه الزروره ديالها كريمه، تصور بنت مسكينه مازال ما هذه كي تيقولوا المغاربه هذه ملائكه، يعني مازال ما هزات ما حطات، ما عندها حتى ذنب، ولكن اللي عندهم الذنب هما اللي عطوها كريمه، عندها يعني عندها دخل ما غتضرب عليه حتى شي ثمره، ما غتهز ما غتحط ما غت، وعندها دخل غادي يقول لي عندها دخل قار بالغيب، ده الدخل هذا من النهار اللي تزادت. فهاد الوضع ديال الرخص، وهاد الرخص هاد الكريم ديال الطاكسيات ولا ديال كذا ديال النقل، هاد راه شي حاجه صغيره، كاين الكريم ديال اعالي البحار وديال المقاليع وديال داكشي الكبير، هادشي كله خصو يتحارب. حنا في برنامجنا ندعو لمحاربه هادشي، كنقولوا هادشي خصو يوقف، مشينا اكثر من هذا كذلك. الحكايه ديال خدام الدوله اللي تعطاهم فيلات في طريق زعير كذا، حتى هذه عندنا في البرنامج ديالنا كنصوا عليها، هذا الشيء خصو يوقف، خصو يوقف، هذا فيه واحد عدم مساواه بين المواطنين. هذا الشيء هذه واحد العدد ديال الاشكال والاوجه ديال الهضر ديال المال العام. نعم، بالنسبه للتقرير الاخير ديال مجلس الاعلى للحسابات كشف عدد ديال الامور فيما يخص مجال الدراسات وايضا اعطائها لذوي القربى في الاحزاب السياسيه. انتم داخل الحزب كيفاش كتشوفوا هذه المساله ديال الدراسات تعطى لذوي القربى السياسيه؟ طيب تعطى دراسات او تعطى اعتماد مالي من اجل دراسات الاحزاب مزيان،
الدعم مزيان يتعطى دعم الأحزاب بالقانون بالقانون والقانون كينظم هذه العمليه. فين كاين المشكل؟ شنو تعمل بهذيك هذيك الاموال وديك الاعتمادات اللي تعطات تماما؟ شنو تعمل بها؟ وقعت فضائح وقعت فضائح اللي بانت من خلال التقرير. حنا ما مشيناش نقلبوا على احزاب اخرى شنو داروا هذا الشيء. فلا يعقل انه المسؤوله قياديه في حزب وطني تاريخي مسؤوله قياديه في حزب وطني تاخذ 50 مليون من 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 من, من الدعم اللي خذها الحزب ديالها، خذا اكثر ولكن تاخذ هي 50 مليون لواحد المكتب دراسات اسسته هي، هي اللي اسست المكتب ديال الدراسات وتاخذ 50 مليون. لا يعقل ان الشبيبه العداله والتنميه يتسند لها الحزب، يسند للشبيبه واحد الدراسه، الشبيبه ما سندهاش مكتب دراسات. يعني ما كاين لا منافسه لا والو ولا مزايده ولا ما كاين ما كاينش منافسه تسند ليه الشبيبه ديالهم، سند لها دراسات ب 30 مليون. هذا بعباره اخرى عطوهم 30 مليون، عطوا للشبيبه ديالهم 30 مليون. لا يعقل هذا العبث، هذا القمه ديال العبث. هذا الشيء غادي نشوفوه خلال هذا العرض. فعلا هذا الشيء خصنا نتصدوا ليه كمغاربه. هذا الشيء كيسال لنا كاملين، لان في نهايه المطاف الناس راه ما كتقولش هذاك الحزب فاسد، كيقولوا الاحزاب السياسيه فاسده، كنوليو حتى حنا فاسدين. هذا الشيء ماشي معقول. حنا ما هزينا ما حطينا، حنا ما درنا لا بيدينا لا برجلينا، ولكن مع ذلك حتى حنا ننعت بهذا النعت ديال الفساد، لانه فعلا كاين احزاب فاسده اللي خصها تطهر راسها واللي خص التخليق ديال الحياه السياسيه في البلاد، وهذا جزء من البرنامج ديالنا.